السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث اليوم عن طريقة حذف سجلات البحث داخل تطبيق اليوتيوب في جوالات جالكسي. في البداية نتوجه إلى تطبيق اليوتيوب. هذا هو تطبيق اليوتيوب. الآن نختار زر الخيارات الموجود بأسفل الجهاز، ونذهب إلى خيار الإعدادات. نتوجه هنا إلى خيار بحث، وهنا نختار محو سجلات البحث. سيعطينا رسالة لتأكيد عملية مسح السجلات، نضغط هنا على خيار موافق. تم مسح السجلات. الآن لو دخلنا إلى خيار اليوتيوب، لاحظ هنا لا يوجد أي سجل بحث موجود على اليوتيوب. تحياتنا إليكم، دمتم في حفظ الرحمن.